أحييكم، أنا سهير القيسي، أرحب بكم في الحلقة الأخيرة من سباق البرلمان في جزئه الثاني الذي نستضيف فيه القيادات السياسية التي تخوض العملية الانتخابية في العراق لعام 2010. معي في هذه الحلقة الأخيرة الدكتور إياد علاوي عن العراقية. أهلا بك دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. أود أن أبدأ بزياراتك الأخيرة لدول الجوار، كان آخرها تركيا. الكثر من الساسة يسألون وأيضا الشارع العراقي، لماذا زرت هذه الدول؟ هل هو ربما تكريس لدور خارجي في العملية الانتخابية في العراق؟ بالعكس، هو تكريس لاستقلالية القرار العراقي واستقلالية الانتخابات العراقية ولضمان عدم التدخل في الشأن الانتخابي العراقي، وأنما الانطلاق نحو حرص الدول الجوار للمحافظة على العراق وعلى سلامة العراق وعلى سلامة العملية السياسية بالعراق، والكل متفقون على أنه للعراق دور مهم بالمنطقة فيما يتعلق بسلامتها واستقرارها. وهذه الزيارات هي امتداد لزيارات أيضا سابقة. ربما سياسي يسأل أو مواطن يسأل، يعني الدكتور إياد علاوي هو رئيس قائمة، ليس رئيس حكومة حاليا أو رئيس برلمان أو مسؤول في الدولة، يقوم بمثل هكذا زيارات، هذا يثير التساؤل. يعني بصفة، ما هي الصفة التي تزور بها هذه الدول؟ والله بصفتي الشخصية وبصفتي رئيس قائمة وبصفتي أنه أنا كنت في على علاقة مع هذه الدول ولا أزال على علاقة مع هذه الدول، المسؤولية السياسية هي باعتقادي تقع على كل سياسي عراقي، والمسؤولية بالمنطقة أيضا تقع على العراقيين وعلى أساس العراقيين، لأن احنا لا نستطيع أن نحافظ على سلامة العراق واستقرار العراق من دون النظر إلى سلامة المنطقة واستقرارها. هذا الحقيقة ما أبحث عنه، ولإفهام أيضا المجتمع الدولي بالأخطاء التي ارتكبت في هذه المنطقة وطريقة معالجتها للوصول إلى حالة من الاستقرار والنمو. يعني هذا مو تدخل من هذه الدول إذا كان لها دور الآن في العراق؟ لا، هذا مو طلب للتدخل، وإنما طلب لاستقرار المنطقة ولتفهم دول العالم بضرورة أن تجري الانتخابات في العراق من دون تدخل خارجي. هل زرت إيران دكتور؟ لا والله، مع الأسف. يقولون زرت إيران. لا والله مع الأسف، إلى حد الآن ما زار إيران حقيقة. يعني أنا عرض علي ودعيت لزيارة إيران من كنت رئيس وزراء ومن كنت بالمعارضة أصلا قبل ما نعود إلى العراق، لكن للأسف ما زرت إيران إلى حد الآن. أرسلت وفد مؤخرا لزيارة إيران؟ لا. يقولون أرسل الدكتور إياد علاوي وفد. لا. هذا أحد اللي تركوا القائمة في فترة ما قبل التحضير للانتخابات. لا، الحقيقة بعض الأخوان أبدوا استعداد ورغبة في أن يروحون يزورون رحمة الله عليه سيد عبد العزيز الحكيم. فسألوني قلت لهم روحوا زوروا، بالعكس قلت لهم يا ريت أنا أقدر أروح لإيران أنا أزوره، بس أنا ما أقدر أروح لإيران لألا تفسر سياسيا. هناك من يقول بأن الدكتور إياد علاوي الآن يسعى ليكون موضع ثقة فيما يتعلق بإيران أمريكا، يعني يكون نقطة للتقارب بين الجانبين في العراق. ما أمتلك هالقدرة ولا هالإمكانية، يعني لا أنا أتمتع بعلاقة يعني متميزة مع أمريكا ولا أتمتع بعلاقة مع إيران، من الصعب أن أكون أنا ألعب دور الوسيط في هذا الموضوع، هذا يحتاج إلى دول ويحتاج إلى مؤسسات. التقينا بأحد اللي كانوا موجودين بالعراقية. نعم. وأترك العراقية. نعم. قال أنا إذا دكتور إياد علاوي ما يعتذر عن إرسال وفد لإيران إحنا ما رح ممكن نتعامل وياه مرة ثانية على الصعيد السياسي. أعتذر عن إرسال وفد لإيران؟ هو يقول هيك. والله هو يعني هذا شيء راجع له، لا يعني أنه إحنا ملزمين بشيء، وأنا ما أرسلت وفد أساسا لإيران، أنا أرسلت وافقت على ذهاب 3 أخوة لزيارة الله يرحمه عبد العزيز الحكيم. هو يقول هذا الشخص وايضا البعض ممن تركوا القائمه انه لا احنا زعلنا وعفنا القائمه بسبب تغير مواقف الدكتور اياد علاوي من ايران. حقيقه اللي ساعد في حصول الاخوه 3 اللي ذهبوا الى فيز من سفاره ايران هم اللي ذكروا هذا الحديث. احنا ما نمتلك علاقه مع السفاره الايرانيه اللي تمنحنا فيز. وطبعا هذا كلام عاري عن الصحة، يراد منا التشويه الصورة. أنا لا أخشى من الذهاب إلى إيران، على العكس إذا أروح وبوضوح، وما عندي خوف ولا عندي عقدة من هالمسألة، وأروح أبحث الملفات والمسائل العالقة ما بين العراق وإيران من جهة وما بين الدول العربية وإيران من جهة أخرى.
احنا ما نخشى من يعني الجلوس مع ايران او غير ايران. هذه النقطة ممكن نتوقف مع فاصل دكتور، فاصل نكمل بعد الفاصل سباق البرلمان، ابقوا معنا. اقول للشعب العراقي انتخبوا بلدا شامخا عملاق، فليس هنالك رئيس على العراق سوى العراق. عاهل الديمقراطية ركزت في الانتخابات السابقة، ولكن هناك هجمة شرسة على هذه الانتخابات. أهلا بكم من جديد إلى سباق البرلمان. دكتور إياد، فيما يتعلق بالاجتثاث وتأثير المحيط بهذا القرار، يقال بأنه هو من خلال الاجتثاث إيران كانت تريد أن توجه لكمة للولايات المتحدة، هل هذا صحيح؟ أنا أعتقد الاجتثاث ابتدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكان هم اللي أدخلوا فكرة الاجتثاث إلى العراق بإيحاء من عراقيين يعني، وبرامر هو اللي قام بالاجتثاث الأول في العراق يعني. أما مسألة أنه القضية محصورة بين إيران وأمريكا في موضوع البعث، أنا ما أعتقد هذا الأمر، لأن أعتقد أمريكا هي اللي بدأت الاجتثاث وسياسة الاجتثاث، وأمريكا لم تقف موقف معادي لسياسة الاجتثاث. بس هي الآن متهمة بأنه هي ضغطت على المحكمة التمييزية، وبأنكم بالتحديد بالعراقية وحضرتك شخصيا استعنت بهم كورقة ضغط فيما يتعلق بشطب الأسماء. لا، أنا طرحت على الأمريكان وطلبت منهم موقف واضح فيما يتعلق بالإرهاب الذي جرى في العراق والتفجيرات، وقلت لهم أنتم تمتلكون المعلومات من استخباراتكم ومن استخبارات العراقية باعتبار أكو اتفاقية أمنية بين العراق وأمريكا، فلازم تعلنون موقف واضح، هل فعلا هم هؤلاء البعثيين هم اللي وراء الانفجار وسوريا أم وراء الانفجار قوى القاعدة والإرهاب والقوى المرتبطة بالقاعدة. ففي ختام هذا الحديث أعلن السفير الأمريكي أنه هذه الانفجارات هي بفعل القاعدة والقوى المرتبطة بالقاعدة. مسألة الاجتثاث أنا أعتقدها مسألة للأسف يعني حصلت من بعض العراقيين للإضرار بالعملية السياسية ولتغطية الفشل السابق والأداء السابق للحكومة وللخلاص من الخصوم السياسيين، وخطوة ما أعتقد داخلت بها عوامل دولية إلا ما أسمعناه من تصريحات الأمريكيين أنه اللامي أعتقد اسمه والجلبي هم في على علاقة مع إيران، وأيضا كان هناك تصريحات إيرانية حول المساءلة والعدالة، يعني أمريكا صرحت وإيران صرحت. الرئيس الإيراني صرح تصريح غير موفق في مسألة الاجتثاث ودعم مسألة فكرة الاجتثاث، لكن السؤال الكبير اللي يطرح نفسه إذا كانت أمريكا المرتبطة باتفاقية أمنية مع العراق ومع الحكومة العراقية، فلماذا تسمح بتدخل إيراني وعناصر هم اتهموهم بالولاء لإيران بالتدخل في وأن يملون على الحكومة هذه السياسة سياسات الاجتثاث؟ طيب الآن أنت مع وجود شخصيات في السلطة حتى وإن كان لها بعد بعثية أو مشاركة بعثية أو بعثيين؟ والله البعثيين صنفين، حالهم حال المسؤولين الآن، أكو صنف ارتكب جرائم وهذا صنف قليل وارتكب جرائم بحق، هذولا يجب أن يذهبون إلى العدالة والمحاكمات ومثل ما حصل يعني، والصنف الأوسع ما ارتكبوا جرائم، أما مؤمنين بقضية أو عندهم اضطروا للانتماء إلى حزب البعث، تهميشهم وأقصائهم وهم لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي خطأ، ومن هذا المنطلق احنا لا نؤمن بالسياسة العشوائية للاجتثاث. هو العراقية كان لها الحظ الأوفر فيما يتعلق بشطب الأسماء، هل كان هو هذا استهداف العراقية فقط؟ جزء منه طبعا استهداف العراقية واستهداف الخصوم السياسيين، بس أنتم انتقدتم حضرتك ودكتور صالح المطلق لأنه استعنتم بسفير الأمريكي. ما استعنينا احنا حملنا مسؤولية للسفير الأمريكي، أنا حملتهم مسؤولية وقلت لهم أنتم تحت طائلة الفصل السابع ملزمين بحماية العراق وتحت طائلة الاتفاقية الأمنية، الاتفاقية الأمنية بها فقرة واضحة قلت له هاي الفقرة تقول بأنه أمريكا عليها أن تحمي العراق واستقرار العراق وأن تستدعى من قبل الحكومة لحماية الديمقراطية في العراق، فقلت له بالحرف الواحد إذا كانوا البعثيين الآن وغير البعثيين والصدريين وإلى آخره يهددون الديمقراطية ليش ما تدخلون؟ والاتفاقية الأمنية اللي وقعتوها ويا العراق بهذا الشكل.